الأدباء والكتاب يقدمون في كتاباتهم مجموعة من القيم الإنسان الإيجابية أو السلبية لهدف أو غاية في أنفسهم. وفي أسطورة حدادو جبل بلوفة هناك مجموعة من تلك القيم الإنسانية التي تنطوي تحت تصرفات وكلام الشخصيات. وإحدى العبارات الواردة في النص وهي: أريد أن أخاطر ببصري من أجل سعادة البشر ولكن ليس من أجل تعاستهم، تنطوي مجموعة من تلك القيم الإنسانية السامية. فصاحب العبارة هو فينلاند، وهو الشخصية الرئيسية وبطل الحكاية. وكانت عبارته هذه كإحدى الشروط التي أوردها ليجد حلا للمشكلة التي واجهت البلدة. من خلال دراستنا وتمعننا في كلمات هذه العبارة وتحليلها جيدا، سنجد مجموعة من المشاعر والسلوكيات والقيم الإنسانية التي يتحلى بها فينلاند في حياته. فوظيفتكم هنا التفكر جيدا في هذه العبارة وتحليلها كلمة كلمة لتستنتجوا تلك القيم الإنسانية. سأسهل عليكم الموضوع من خلال مثال. فالصور الظاهرة أمامكم وهي رجال الأطفاء أو الجنود أو الوالدين الأهل يضحون بسعادتهم رغم معرفتهم بالمخاطر التي تواجههم. فذلك الجندي يعرف جيدا بأنه أو على الأغلب أنه سيموت ولن يعود ليرى أهله وأحباءه، ولكنه يصمم في الدفاع عن وطنه. وكذلك الأهل ورجال الأطفاء. فهؤلاء أو في هذه الصور تظهر لنا الشجاعة، حب الوطن، حب الأبناء، حب التضحية. تلك هي مجموعة من القيم الإنسانية التي نستطيع استنتاجها من هذه الصور. عليكم الآن استنتاج مجموعة من هذه القيم من خلال العبارة التي أوردها فينلاند في أوردها فينلاند في شروطه إلى العاهل ليجد حلا للمشكلة التي واجهت تلك البلدة.